نقاش مستمر مع كابتن كاساس. البعض منزعج من هذا النقاش. لا اتحاد لو كابتن اولا يمكن انتم احيانا النوبات اضحك يعني للمداعبه هذا الكلام. يعني يمكن اليوم اللي كنت اتكلم وياه قبل مباراه اندونيسيا لم نكن نتكلم عن المباراه ولا عن اي شيء، كنا نتكلم عن حفل التوقيع اللي كان بينه وبين مصر في الجنوب لا اكثر، وبالتالي كان النقاش مختلف كليا. وعندما اريد ان اتكلم واتحدث ويا الكادر التدريبي بامور فنيه ونتناقش موضوع معين يخص المنتخب الوطني، فبالتاكيد ما راح اناقشه على ارضيه الملعب او على الاتراك مال تارتان، لكن الاخوان يحبونه انه دائما لازم يلقون شيء يسخر. اعلان للجماهير ايضا بخصوص مستقبل الكاساس. العلاقه بيني وبين الكوادر التدريبيه جميعا، ان كان على مستوى المنتخب الوطني، على مستوى المنتخب الاولمبي، على مستوى منتخب الشباب والناشئين، علاقه متميزه جدا لسبب رئيسي بسيط، لان انا مدرب كنت واعرف كيف يعني كيف اتعامل مع المدرب وكيف كنت الناس احب تتعامل وياي، فبالتالي هاي العلاقه الطيبه بيني وبينهم، هذا التعامل او احيانا حتى النقاش فيما يخص مصلحه منتخباتنا الوطنيه هو اللغه السائده بيناتنا، وبالتالي تشوف انه النجاحات دا تتوالى يعني من بكل الفرق، وهذا ما يعني ما يفترض انه احنا نكون فرحانين به جميعا. اما انا ما كنت اسمح لاحد ان يتدخل في عملي وانا مدرب، فكيف اسمح لنفسي انه انا اتدخل في عمل مدربين بطريقه غير صحيحه؟ رساله اتمنى اعطى تعليق محمد.